مقاولات يائسة وعقيمة يراد منها تشويه الحقائق. التصريحات التي أطلقت من بعض السياسيين من خلال وسائل إعلامية في الآونة الأخيرة بانتقاد إدارة محافظة كركوك بكيفية التعامل مع النازحين وخاصة نازحي صلاح الدين نتج عنه امتعاض وانزعاج المراقبين للأحداث الراهنة وصحفيين من كركوك، فهم بدورهم ردوا على تلك التصريحات بأنها انتقادات تخرج من فنادق فارهة، مضيفين أن هذا تدخل في أمن واستقرار المدينة وهو غير مسموح به. منذ 10 حزيران وإلى الآن محافظة كركوك تبذل جهود جبارة من أجل احتواء النازحين من المحافظات، بينما هناك محافظات لم تستقبل مثل هكذا عدد من النازحين. رغما عن كل هذا محافظة كركوك متعاونة جدا مع النازحين ومقدمة جميع التسهيلات للنازحين، بالرغم من عدم وجود أي تخصيصات مالية، أي دعم من الحكومة المركزية، أي دعم من المنظمات الدولية في مساعدة النازحين. للأسف هناك بعض السياسيين متشدقين بفناءات الفضائيات وهم قابعون في مدن آمنة حتى خارج العراق، يصرحون على شخصية مثل محافظ كركوك أو القيادات السياسية والإدارية في محافظة كركوك حول تقصيرها باتجاه النازحين. نحن نرى أن محافظة كركوك وإدارتها قامت بما تستطيع تجاه النازحين، ولكن الحجم الهائل هو الذي يوضح أنه ربما هناك تقصير. الجهود جبارة في محافظة كركوك باتجاه النازحين، أهالي محافظة كركوك أيضا كل المواطنين ساهموا باتجاه مساعدتهم. نأمل من السياسيين أن يراعوا في تصريحاتهم الدقة والعناية وأن لا يتهموا جزافا من يساعد النازحين الآن في كركوك، وبدلا من اتهاماتهم يفترض عليهم الآن أن يكونوا هنا بين من انتخبوهم، لا أن يكونوا في الفنادق الفارهة خارج كركوك. آخرون من الصحفيين قالوا أن كركوك تحتضن أعداد هائلة من النازحين، وهذه رسالة نابعة من سلوك وأخلاق الكركوكيين لأنهم عانوا كثيرا من نزوح وتهجير في السابق، وكان الأجدر للسياسيين والنواب بدلا عن انتقاداتهم لإدارة كركوك أن يأتوا بسلة غذائية لنازحيهم أو صرف مبالغ من ميزانيات محافظاتهم على أولئك المنكوبين. كركوك تحتضن عشرات الألوف من العوائل النازحة، هذا لم يأتي إلا بالتنسيق والتفاهم ودور إدارة كركوك ورعايتها الإنسانية لملف النازحين، من رسالة نابعة من سلوك وأخلاق الكركوكيين لأنهم عانوا كثيرا طيلة العقود الماضية من مسألة الهجرة والنزوح. أبواب الكركوكيين ظلت مفتوحة حتى هذه اللحظة رغم الأصوات التي لا تنسجم ولا تتناسق ولا تنطبق على أرض الواقع. وحينما تزر الآن مخيم للنازحين أو مجمع أو شارع أو حي سكني أو تسأل نازحا في كركوك عن هذه الأصوات ينتقد بشدة ويقول هؤلاء لا يمثلوننا، وكان الأجدر بهم أن يأتوا ويجلبوا معهم سلة غذائية واحدة لمساعدتنا بدلا من إطلاق المزايدات والأصوات التي لن تجدي نفعا. نتمنى أنهم من السياسيين اللي صرحون تصريحات غير مسؤولة أنه مكان هاي التصريحات خلي يجون يخصون هاي الاموال اللي جاي تروح المحافظات، هم اللي ما جاي نعرف وين تروح، خلي يجون يساعدون ادارة محافظة كركوك حتى يساعدون النازحين، افضل من ما انه تنسرق وما نعرف وين تروح. اهل مكة ادرى بشعابها، فهنا انتقدت اوساط، ولعل هذه الرسالة لمن يحمل في قلبه حقدا لادارة محافظة اوت الكثير من النازحين. خلقت حسن، فضائية كركوك. في موضوع آخر، أدان سكرتير المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني عادل مراد في برقية تعزية وجهها إلى الشعب الفرنسي والرئيس فرانسوا أولاند الهجوم الإرهابي على صحيفة شارلي إيبيدو.